نظائر الساندويتش للمتتابعات. إذا كان لدينا 3 متتابعات EN والBN والCN، وكان الBN أقل من أو يساوي الCN وأكبر من أو يساوي الEN، وكان نهاية الEN يساوي نهاية الCN يساوي قيمة معينة L، فإن نهاية الBN يساوي L لما الN تقول إلى ما لا نهاية. نشوف مثال. باستخدام نظرية الساندويتش أوجد نهاية هذه المتتبعة. إحنا عندنا كوزين تربيع x أقل من أو يساوي 1 وأكبر من أو يساوي 0. هنقسم هنا على 3 أس x، وهنا 3 أس x، وهنا 3 أس x. نهاية ده بصفر ونهاية ده بصفر، ليه؟ ده بيكتب 3 أس x. إذن نهاية هذا الحد يساوي صفر باستخدام نظرية الساندويتش. يبقى المتابعة تقابلية ولها نهاية صفر. في نظرية بتقول إذا كانت الـ EN دي متتابعة وكان نهاية القيمة المطلقة للـ EN يساوي صفر، فإن نهاية الـ EN نفسها يساوي صفر. شوف مثال. أوجد نهاية هذه المتتبعة. المتبعة عند الـ EN يساوي ناقص 1 الكل أس N زائد 1، 1 على N. طب القيمة المطلقة للـ EN يساوي 1 على N. ليميت القيمة المطلقة لما الـ N تقول إلى ما لا نهاية يساوي ليميت N تقول إلى ما لا نهاية 1 على الـ N يساوي صفر. إذا المتتبعة دي تقاوبية.